استوقفت نقطة يعني مهمة جدا لازم أذكر فيها. يعني لما تابعت المؤتمر الصحفي للسيد هارفي مدرب المنتخب السعودي، كان معظم الأسئلة اللي طرحت من الإعلام الأجنبي وتحديدا الإعلام الأوروبي مستفزة بشكل كبير. أنا هنا أسأل سؤال بس، وين دور المسؤول الإعلامي في الفيفا؟ أنا أتذكر زين أننا كنا في كأس آسيا 2000 في بيروت، مدرب المنتخب السعودي كان تشيكي ميلان ما شاء الله، بعد أول مباراة تمت إقالته وإسناد المهمة للمدرب الوطني ناصر الجوهر يومها. في المؤتمر الصحفي اللي كان يديره زميلنا اللي هو المسؤول الإعلامي في الاتحاد الآسيوي الكويتي مرزوق العجمي، سئل ناصر الجوهر سؤال من صحفي خليجي، السؤال بالضبط بين قوسين: ما تتوقع إقالتك بعد المباراة هذه؟ فأبو خالد تعرف رجال حبيب وطيب ومحترم جدا، انتابوا حالة صمت. في المقابل مرزوق العجمي قام بطرد هذا الإعلامي. فهنا يجي المسؤول الإعلامي في الفيفا، المفروض أنه رجل محترم، مدرب محترم، منتخب محترم، احترمني، لا تحاول تستفزني في أهداف ثانية.